عيون جل مغمرات يا حي مركوب الدلايل. مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل نجدد لكم التحيه وانطلاقتنا هنا لشوطنا السابع عشر امت بعون من الله تعالى وتوفيقه. شوطنا السابع عشر هو الخاص بانطلاقه وتحديات الابكار الحدائق ضمن اشواط الانتاج والمنتجين على ارضيه هذا الميدان. نسير معكم ونتابع الانطلاقات ونتابع التحديات نتابع الاثاره مشاهدينا الكرام ومقدمه هذا الشوط المسك لمحمد بن شطيط بن جلبود لخييلي من تفتتح الصداره والمقدمه بينما مغامره لهنا حمدان بن محمد بن معتوق العامري من تاتينا على المركز الثاني ومن الجانب الاخر الصيعريه المنطلقه بهذه الانطلاق والاداء الصيعريه المنطلقه هنا لمسري بن سالم بالعرطي الحميري من تنطلق بهذه الانطلاق وبهذا الاداء الجميل والتحدي المميز بينما من الجانب الاخر تاتينا هناك الناويه عبد الله بن ثعل بن حمد الهائري من يقدمها بهذا الانطلاق والاداء الجميل والتسلل من عهود لحمدان بن احمد بن سعيد بن منانة والوصول هنا من حشيمة المنطلقة لمانع بن سالم بن مانع الغويص السويدي قادم بهذا الانطلاق وهنا الشاهينية احياء بن موفي بن علي الدوسري ايضا منطلقة بهذه التحديات الجميلة القادمة هنا ايضا شعيلة عيسى بن راشد بن محمد المطيوعي المنصوري من تاتينا بهذا الانطلاق تاسع المراكز والمنطلقة هناك تأتينا هملولة محمد بن علي بن سعيد الجحافي وعلى المركز العاشر قضاء عبد الله بن عبيد بن سعيد بن حميدان المنطلقة على المركز العاشر. هذه هي النتيجة نعود إلى الصدارة نعود إلى الناوية إلى الناوية هناك على الصدارة والمنطلقة هنا بصدارة هذا الشوط مع عبد الله بن ثعيل بن حمد الهايري من يقدمها على الصدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط منطلقة بالمقدمة هو بالصدارة المركز الثاني. المركز الثاني تأتينا شعيلة عيسى بن راشد بن محمد المطيوعي المنصوري وتأتينا المسك محمد بن شطيط بن جلبود لخييلي وهناك حشيمة حشمة 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 من الجانب الآخر مانع بن سالم بن مانع الغويص السويدي من يقدم لنا حشمة القدوم من الشاهينية إحياء بن موفي بن علي الدوسري أيضا قادمة ولكن الصدارة والمقدمة مع الناوية 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 على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط والمركز الاول هنا الناويه المنطلقه بهذا التحدي عبد الله بن ثعيل بن حمد الهايري وتاتينا شعيله عيسى بن راشد بن محمد المطيوعي المنصوري غيرت في هذه اللحظات الى المركز الاول الى صداره هذا الشوط حشمه في المركز الثاني هنا مانع بن سالم بن مانع لغويص السويدي الله والقادمات القادمات بهذه اللحظات هنا القادمه القادمه والمتسللة روز حمدان بن سالم بن حمد بن خريبيش العويش القادمة أيضا هذا الانطلاق والأداء الجميل هنا ولكن الصدارة الصدارة مع شعيلة شعيلة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط منطلقة بالتحدي وبالأثارة لهالي المرموم عيسى بن راشد بن محمد المطيعي المنصوري. المركز الثاني روز حمدان بن سالم بن حمد عويسي. المركز الثالث هملولة محمد بن علي بن سعيد الجحافي الله المعركة طاحنة بهذا الانطلاق والأداء المميز الجميل يسلوم ولكن هملولة 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 من غيرت في الأمتار الأخيرة في هذه اللحظات هنا تنطلق بهذا الأداء تهانينا وناموس محمد بن علي بن سعيد الجحافي. المركز الثاني الشعيلة من وصلت في المركز الثاني لعيسى بن راهد بن محمد المطيعي المنصوري. المركز
الممتازة. الرابع وصلت الثالث كاينية هياب بن موفي بن علي الدوسري، الرابع عن روز حمدان بن سالم بن حمد دعويسي، والمركز الخامس وصلت بالشري احمد بن سالم سعيد بن منانه من حلت مشاهدينا الكرام على المركز الخامس. هذه هي النتيجه مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الاولى بهذه الانطلاقات والتحديات الجميله. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام باربع دقائق 37 ثانيه وفاء وتماما وقبالا توقيت هملوله، تهانينا والناموس لمحمد بن علي بن سعيد الجحافي بين مشعيله، قدمت عرض تشكر عليه، حلت في المركز الثاني باربع دقائق 37 ثانيه، خمسا من الاجزاء من الثانيه، تهانينا والناموس العيسى بن راشد بن محمد المطيعي المنصوري. وعلى المركز الثالث وصلت مشاهدينا الكرام هنا بهذه الانطلاقه وهذا الاداء الجميل الشاهينيه لحياب بن موفي بن علي الدوسري، اربع دقائق 37 ثانيه، ثمانيه من الاجزاء من الثانيه، توقيتها الزمني. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع.